في سياق متصل ذكرت تقارير ايرانيه محليه ان النظام الولي الفقيه اقدم منذ شهرين على قطع حصص الطعام على سجناء سجن طهران الكبير. واشارت التقارير الى ان السجناء لا يتلقون اي نوع من الرعايه الصحيه وان السجن يخلو من الادويه والمستلزمات الصحيه. وذكرت التقارير ان السجناء يدفعون جميع نفقاتهم الطبيه وتكاليف المستشفيات الخاصه من خلال اسرهم. وهو أيضاً أمر نادراً ما يحدث حيث تمنع السلطات في حالات كثيرة وصول المرضى السجناء للعيادات الطبية